السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أبناؤنا وبناتنا طلاب مدرسة تبارك الخاصة، حرصا على مواصلة رحلة العطاء والتميز لطلاب تبارك، وانطلاقا من رؤية المدرسة واهتمامها بالتحصيل الدراسي، وطبقا لتوجيهات الفاضل رئيس مجلس إدارة الأستاذ يونس بن مرهون الرحبي، أنشئت منصة تبارك التعليمية لشرح المواد الدراسية باستراتيجية التعلم عن بعد لطلابنا الأعزاء. ونبدأ معا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف العاشر، ومع الوحدة الثامنة التخطيط المالي للإيرادات والنفقات، وهنتكلم اليوم على الدخل والاستهلاك والموازنة العامة. كل ده هنتكلم عليه في درس اليوم، فرجاء التركيز وربنا معانا ومعاكم بسم الله. يعني ايه الموازنة؟ تتكون الموازنة من عنصرين أساسيين، وهما الإيرادات اللي هو مصادر الدخل، والمصروفات اللي هو الإنفاق. طب الموازنة بالنسبة للأفراد أو الأسر إيه هي؟ هي عبارة عن مخطط تقديري لمصادر الدخل والمصروفات يضعها الأفراد أو الأسر لتنظيم شؤون حياتهم ولتحقيق أهدافهم ورغباتهم. يبقى تتكون الموازنة من حاجتين أساسيتين، وهما الإيرادات اللي هو المصادر اللي بيجي منها الدخل، والمصروفات اللي هي الإنفاق اللي احنا بننفقه أو المجالات اللي هيتم فيها المصروفات. الموازنة بالنسبة للأفراد هي المخطط التقديري اللي بيحددوه عشان يعرفوا الدخل قد إيه والمصروفات اللي توازي الدخل ده قد إيه من أجل تحقيق أحلامهم ورغباتهم وأهدافهم. أما بالنسبة للدولة فالموازنة العامة للدولة هي وثيقة رسمية. يبقى أول حاجة في الموازنة العامة للدولة إنها إيه؟ وثيقة رسمية. الوثيقة الرسمية دي بتتضمن تقديرات للنفقات اللازمة لتنفيذ برنامج الحكومة الشامل لجميع النشاطات، وتقدير الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات ووسائل تمويلها خلال سنة مالية قادمة. يعني من الآخر وباختصار، الموازنة العامة للدولة وثيقة رسمية بتتضمن تقدير للنفقات اللي الحكومة بتتوقع أنها تصرفها على تنفيذ برنامج الحكومة الشامل لجميع القطاعات والأنشطة خلال عام قادم. طب وعندهم دي نفقات لازم يكون الحكومة برضو موفرة مصادر إيرادات تكون تكفي وتغطي وسائل الإيه؟ الإنفاق اللي هي محتاجاها، اللي هي وسائل تمويل هتوفرها الدولة أو بتضع الحكومة برنامج ليها إزاي هتمول المشروعات دي بصورة كاملة خلال سنة. طيب تعالوا نتعرف مع بعض على شوية من الملاحظات. بيقول لحضرتك إذا كان إجمالي الإيرادات أكبر من إجمالي المصروفات، لو الفلوس اللي داخلة أو الإيرادات اللي داخلة أكبر من المصروفات، معنى كده إن في فائض في الموازنة. لو الإيرادات أكبر من النفقات أو المصروفات يبقى معنى كده في فائض في الإيه؟ في الموازنة. مقدار قد إيه؟ الإيرادات ناقص الإيه؟ النفقات. طيب إذا كان إجمالي الإيرادات أقل من المصروفات يبقى يوجد إيه؟ عجز في الموازنة. يوجد عجز في الإيه؟ في الموازنة. مقدار العجز قد إيه؟ اللي هو المصروفات ناقص الإيرادات هيديك مقدار العجز. طب حصل عجز في الموازنة، ازاي هنمول العجز ده؟ ازاي هنسده؟ ازاي احنا علينا التزامات، او احنا حاطين برنامج خطة شامل، برنامج تطويري خلال عام، الان في تقصير، في عجز في الفلوس، هنعمل ايه؟ هيبقى عندي وسائل لتمويل عجز الموازنة. اول وسيلة وهي المعونات. يبقى اول وسيلة من وسائل تمويل عجز الموازنة المعونات. تاني وسيلة الاقتراض. تاني وسيلة الايه؟ الاقتراض. الوسيلة الثالثة السندات الحكومية. الوسيلة الرابعة السحب من صندوق الاحتياطي العام للدولة. يبقى وسائل تمويل عجز الموازنة أربع حاجات اللي هم إيه؟ المعونات، الاقتراض، السندات الحكومية، السحب من صندوق الاحتياطي العام للدولة. يبقى لو سأل حضرتك وقال لك ما هي وسائل تمويل عجز الموازنة أو وسائل التمويل لعجز الموازنة، هتقول له أربعة: معونات، اقتراض، سندات حكومية، السحب من الصندوق الاحتياطي العام للدولة. طيب بيقول لحضرتك انت دلوقتي هيجي لك مسائل يقول لك اتكلم عن الراتب وصافي الراتب وصافي الدخل. طب ايه هو
ايه الكلام ده كله؟ اجمالي الراتب هو الراتب الاساسي زائد العلاوات. لما يكون شخص انت عايز تحسب الاجمالي للراتب بتاعه، يبقى عباره عن الراتب الاساسي زائد العلاوات اللي بيحصل عليها. طب صافي الراتب عباره عن ايه؟ عن اجمالي الراتب ناقص مجموع نسب الاستقطاعات. يعني بيقول لك ب 50% كذا و20% كذا و10% كذا و5% كذا. لو في نسب مئويه بتجمع النسب المئويه للاستقطاعات كلها وتضربها في اجمالي الايه؟ الراتب. طب هو قال لك مديك النسب المئويه كلها، ممكن تطرحها من الواحد، يعني هتقول لي واحد ناقص مجموع نسب الاستقطاعات كل ده في اجمالي الراتب، هيديك برضه صافي الايه؟ الراتب. وممكن تقول له صافي الراتب عباره عن اجمالي الراتب ناقص اجمالي الايه؟ الاستقطاعات. ناقص اجمالي الايه؟ الاستقطاعات. تعالوا نشوف مع بعض كده ازاي هنعرف الكلام ده. بقول لحضرتك داله الاستهلاك ويقصد بها ايه؟ اللي يقصده بداله الاستهلاك انه كلما زاد الدخل زاد الانفاق الاستهلاكي ولكن بنسبه اقل. يعني هل واحد دخله 1000 ريال زي واحد دخله 2000؟ اكيد لما الدخل بيزيد بيزيد الايه؟ الانفاق. طب واحد دخله بيحدد انفاقه على اساس الدخل، طب حصل زيادة في الدخل؟ أكيد بيحصل زيادة في الإنفاق مقابلة ليها ولكن بنسبة إيه؟ أقل. طيب الميل الحدي للاستهلاك، إيه هو الميل الحدي؟ هو التغير في الاستهلاك على التغير في الدخل، اللي هو دلتا سين على دلتا دال. دلتا سين اللي هو التغير في الإيه؟ في الاستهلاك. طب الدلتا دال التغير فين؟ في الدخل. والميم حاء اللي هو الميل الحدي. أنا عملتها لحضرتك في صورة مثلث أهو. لو انت عايز الميل الحدي يبقى دلتا سين على دلتا دال. طب لو انت عايز التغير في الاستهلاك هتضرب الميل الحدي في التغير في الدخل. طب انت عايز التغير في الدخل هتقسم التغير في الاستهلاك على الميل الايه؟ الحدي. تمام يا شباب؟ طب لو انت عايز التغير في الاستهلاك هتضرب الميل الحدي في التغير في الدخل. تعالوا نتعرف على بعض القوانين عشان نبدأ في التدريبات بإذن الله. نصيب الفرد من إجمالي الاستهلاك عبارة عن ايه؟ لما يقول لك احسب نصيب الفرد من اجمالي الاستهلاك هتقول له بيساوي اجمالي الاستهلاك على متوسط حجم الاسرة. لما يطلب منك نصيب الفرد من اجمالي الاستهلاك هتعمل ايه؟ هتجيب اجمالي الاستهلاك على متوسط حجم الاسرة. تمام يا شباب؟ تمام. اجمالي الراتب الشهري عبارة عن ايه؟ قلنا الراتب الاساسي زائد الايه؟ زائد العلاوات. اجمالي الراتب الشهري عباره عن الراتب الاساسي زائد العلاوات. طب صافي الدخل الشهري عباره عن اجمالي الراتب ناقص المصروفات. يبقى الصافي هو الدخل بعد تصفيه المصروفات منه او النفقات منه. يبقى صافي الدخل الشهري اللي هو عباره عن اجمالي الراتب ناقص المصروفات. اجمالي الراتب ناقص الايه؟ المصروفات. طيب بيقول لحضرتك عندك حاجه اسمها الناتج المحلي الاجمالي. الناتج المحلي الايه؟ الاجمالي. ايه هو الناتج المحلي الاجمالي؟ بقول لحضرتك هو المجموع السنوي. هو ايه؟ المجموع السنوي لكل المشتريات التي يقوم بها المستهلكون والمستثمرون والحكومه والمقيمون من السلع والخدمات المنتجه في الوقت الايه؟ الحاضر. ويعرف على انه الانتاج الذي يتم داخل حدود الدولة الجغرافية، سواء كان الشخص الذي أنتجه مواطن أم إيه؟ أم وافد. يبقى من الآخر الناتج المحلي الإجمالي هو الناتج اللي بيتم داخل الحدود الجغرافية للدولة. مش مشكلة مين اللي أنتجه، لكن المهم إن هو أنتج داخل حدود الدولة. تمام يا شباب؟ كأي منتج صنع مثلا داخل حدود سلطنة عمان، هنقول صنع في عمان بغض النظر عن الصانع هل هو عماني أم وافد، لكنه صنع على أرض سلطنة عمان فبنكتب عليه صنع في ايه؟ في عمان. وده الناتج المحلي الايه؟ الاجمالي. طيب عندي الناتج المحلي الاجمالي لما احب احسبه بيطلب منك في السؤال يقول لك احسب الناتج المحلي الاجمالي عباره عن ايه؟ الاستهلاك زائد اجمالي الاستثمارات زائد المشتريات الحكوميه زائد الصادرات ناقص الواردات. زائد الصادرات ناقص الايه؟ الواردات. تعالوا نتعرف مع بعض على مجموعه من التدريبات ونبدأ بسؤال اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة. بيقول لحضرتك ازداد الدخل السنوي لشخص بمقدار كام؟ 200. ازداد مين؟ الدخل السنوي، مش ازداد الاستهلاك، ازداد مين؟ الدخل الايه؟ السنوي. ركز معايا، زيادة الدخل دي هنرمز لها بالرمز ايه؟ أحسنت،
دلتا دال، دلتا ايه دال، مما ادى الى ازدياد الانفاق اللي هو الايه الاستهلاك، ها بمقدار كام؟ 80 ريال. يبقى معنى كده ان دلتا مين؟ احسن، دلتا سين ب 80. يبقى انا عندي الدلتا دال وعندي الدلتا سين، ايه المطلوب؟ فما الميل الحدي للاستهلاك؟ يبقى هنعمل ايه يا شباب؟ دلتا سين، انا عايز الميل الحدي، وكتبت لي القانون موجود معاك في كل الصفحات ان شاء الله معانا. عايز الميل الحدي هيساوي الدلتا سين على الدلتا دال، اللي هو 80 تقسيم 200. 80 تقسيم كام؟ 200. انا عايز النسبه، جاي لي بصوره نسبه مئويه، بهضرب في ايه؟ في 100%. طبعا 80 تقسيم 200 في 100%، ال 100 هنختصرها مع ال 200 يبقى في 2، يبقى 80 تقسيم 2 بكام؟ ب 40%. 80 تقسيم 2 بكام؟ ب 40%. تمام يا شباب؟ السؤال اللي بعده، ازداد الدخل السنوي لمحمد بمقدار كام؟ 240 ريال. ده اللي هو رمزه ايه يا شباب؟ اللي هو ازداد الدخل السنوي لمحمد 240 ريال، دي اللي هتمثل ايه عندي في القانون؟ احسنتي، برافو عليك، اللي هو الدلتا دال، اللي هو الدلتا ايه؟ دال، اللي موجوده معانا في القانون ايه؟ مما ادى الى زياده الانفاق الاستهلاكي بمقدار 144 ريال، 144 ايه؟ ريال. ما الميل الحدي للاستهلاك؟ هنا هو مش جايب لك في الخيارات نسبه مئويه، يبقى هتقسم ده على ده. تمام؟ يبقى الدلتا سين ب 144 تقسيم 240 تطلع بكام؟ اللي حسب بسرعه، فعلا هيطلع 0.6. 0 فاصل كام؟ 6. يبقى هنا الميل الحدي ب 0.6. السؤال اللي بعد بيقول لحضرتك تضع أسرة بدر في صندوق لبناء مسجد سبع ما تنفقه أسبوعيا. يعني إيه؟ لو هي بتنفق في الأسبوع 7 ريال هتضع منهم ريال في صندوق المسجد. تمام؟ طب بتنفق 14 ريال يبقى هتضع ريالين في صندوق الايه؟ البناء الايه؟ في صندوق لبناء المسجد. طيب اذا كان متوسط الانفاق الاسبوعي 140 ريال فكم ريال وضعت الاسره في الصندوق خلال 4 اسابيع؟ طب ما الاول نجيب هي هتحط كم في الاسبوع؟ بيقول لحضرتك هي في الاسبوع الانفاق الاسبوعي بتاعها 140 ريال. يبقى هتضع كم في صندوق المسجد في الاسبوع الواحد؟ احسنت، هنقسم على ايه؟ 7، اللي هو سبع. يبقى سبع ال 140 كانك بتقسم ال 140 على 7، يبقى الانفاق الاسبوعي كام؟ برافو، 20 ريال. لا مش هختار ال 20 اللي بيقول لي يا استاذ خلاص لا 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 مش هختار ال 20 يا حبيبي. هو هنا انا جبت الانفاق خلال ايه؟ خلال اسبوع واحد. انا عايز انفاقها خلال كام؟ خلال 4 اسابيع. عايز هي وضعت الاسره في الصندوق خلال 4 اسابيع كام؟ ايوه احسنتي، هضرب ال 20 في 4، هضرب ال 20 في كام؟ في 4، يطلع بكام؟ ب 80 ريال. يبقى هي الاسره وضعت في صندوق بناء المسجد في ال 4 اسابيع 80 ريال. يبقى الاسره وضعت كام؟ انا جبت الاول انفاقها خلال الاسبوع، قسمت ال 140 ريال على 7 ادتني 20 ريال، هضربها في 4 اللي هم 4 اسابيع عشان تديني ما وضعته الاسره خلال 4 اسابيع في الصندوق، اللي هو 4 ضرب 20 يطلع 80 ريال. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك إذا كان إجمالي الإيرادات العامة للدولة كام؟ من ها 2500 مليون ريال، وإجمالي المصروفات 3700 مليون ريال. مين الأكبر، الإيرادات ولا المصروفات؟ برافو عليك، ممتاز، أحسنت، المصروفات اكبر. طب ما دام المصروفات اكبر يبقى في فائض في الميزانيه ولا في عجز في الميزانيه؟ برافو، ممتازه، احسنتي، زميلتنا بتقول يا استاذ ما دام المصروفات اكبر اكيد في عجز، يعني ما هو الايرادات مش مكفيه المصروفات، يبقى عنده عجز في الميزانيه. العجز ده مقداره قد ايه؟ يبقى يوجد عجز، يبقى الاجابه يا الف يا ايه يا باء. مقدار العجز كام؟ برافو، هنطرحهم، اللي بيقول هنجمعهم غلط، انا عشان اجيب مقدار العجز او مقدار الزياده بطرح الكبير ناقص الصغير. يبقى 3700 ناقص 2500 يطلع كام؟ 1200 مليون ريال. يطلع كام؟ 1200 مليون ريال عجز في الايه؟ في الموازنه العامه للدوله. بيقول لحضرتك ما الوثيقه الرسميه التي تتضمن تقديرات النفقات اللازمه لتنفيذ برنامج الحكومه الشامل لجميع النشاطات
وتقدير الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات ووسائل تمويلها خلال سنة مالية قادمة، اللي هي إيه؟ برافو عليك، الموازنة العامة للإيه؟ للدولة. الموازنة العامة للإيه؟ للدولة. أحسنت. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك إذا كان الميل الحدي، هنا بقى إداك الميل الحدي لاستهلاك شخص 80%. 80% دي ممكن نكتبها بصورة عشرية، بصورة كام؟ 0.80. أحسنت. أو اللي ممكن نكتبها بصورة أيوة 0.8، اللي هي 8 من هي 10، يبقى 80% اللي هي 80 على 100 اللي هي 8 على 10 أو 8 من 10. طب كده ده الميل الإيه؟ الحدي. ومقدار الإنفاق الاستهلاكي اللي هو إيه؟ سين الناتج من ازدياد الدخل السنوي له 1200 ريال عماني. فما مقدار ازدياد الدخل السنوي له بريال؟ عايز دلتا دال. يبقى هتعمل ايه يا شباب؟ عايز اجيب الدلتا دال، هعمل ايه؟ برافو. هنقسم دلتا سين اللي هو 1200 على ها قول برافو عليك، على مين؟ على الميل الحدي. على الميل الايه؟ الحدي. لما نقسمهم على بعض هيطلع بكام؟ ب 1500 ريال. ب 1500 ايه؟ ريال. يبقى مقدار الزياده في الدخل بكام؟ ب 1500 ريال. كل اللي انت عملته قسمت الدلتا سين اللي هو 1200 على الميل الحدي اللي هو كام؟ 80%. بالحاله دي استطعت انك توصل للميل الايه؟ اللي هو الدلتا دال، اللي هو مقدار الزياده في الدخل السنوي بالنسبه للايه؟ للشخص. بيقول لحضرتك ازداد الدخل السنوي لشخص ما بمقدار 800 ريال، ده اللي هو ايه؟ اللي هو دلتا دال، اللي هو دلتا ايه؟ دال. مما ادى الى زياده الانفاق الاستهلاكي عنده بمقدار 600 ريال. يبقى هو لما زاد الدخل السنوي بمقدار 800 ريال زاد الانفاق الاستهلاكي بمقدار 600 ريال. طالب من حضرتك تحسب لي الميل الحدي. طالب من حضرتك تحسب الميل الايه؟ الحدي. هتقول له الميل الحدي بيساوي دلتا سين اللي هي بكام؟ ب 600 على الدلتا دال اللي هي بكام؟ ب 800 ضرب 100%. 600 على 800 اللي هي 6 على 8 اللي هي 3 على 4، لما تضربها في 100 تديك كام؟ 75%. يبقى الميل الحدي بكام؟ ب 75%. طب السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك من وسائل التمويل لعجز العجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة، مين في دول وسيلة من وسائل التمويل؟ الاقتراض ولا تنمية الموارد ولا السندات الحكومية ولا المعونات؟ انت قريت السؤال غلط يا استاذ، قريته ليه غلط؟ ركز يا حبيبي، هو بيشوف بيقول لك ايه؟ ما عدا من وسائل التمويل لعجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة، كل دول وسائل تمويل ما عدا حاجة واحدة فيهم مش وسيلة من وسائل التمويل. شوف لو انت قريت السؤال غلط اكيد هتكون اجابتك غلط. شوف كلمة ما عدا حتى وضع السؤال نفسه حاطط لك تحتها ايه؟ خط. يبقى الاجابة ايه؟ الاقتراض من وسائل تمويل عجز الموازنة، السندات الحكومية من وسائل تمويل عجز الموازنة، المعونات من وسائل تمويل عجز الايه؟ الموازنة. لكن تنمية الموارد لا، مش وسيلة من وسائل ايه؟ تنمية من وسائل تمويل عجز الايه؟ الموازنة. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك المجموع السنوي لكل المشتريات، خلي بالك ركز كويس جدا في الكلام ده لسه قايلينه من شويه، التي يقوم بها المستهلكون والمستثمرون والحكومه والمقيمون من السلع والخدمات المنتجه في الوقت الحاضر اللي هو داخل حدود الدوله الجغرافي بسميه ايه؟ هل هو الاجمالي الاستهلاك؟ لا طبعا. الموازنه العامه للدوله؟ لا، دي مش الوثيقه الرسميه. اجمالي الاستثمار؟ لا، ولكنه الايه؟ الناتج المحلي الاجمالي. احسنت، برافو عليك. يبقى تعريف الموازنه العامه، وسائل تمويل عجز الموازنه، ازاي اعرف ان كان في عجز موازنه ولا في فائض في الموازنه، ازاي اعرف الناتج المحلي الاجمالي، كل ده لازم تعرفه كويس جدا. دي المفاهيم الاساسيه للدرس اللي من خلالها هتقدر تجاوب على اي سؤال بمنتهى السهوله. السؤال اللي بعد كده بقول لحضرتك اذا كان الميل الحدي لاستهلاك سالم يساوي 60%، يبقى الميل الحدي وصلت له ب 60%. يعني ايه 60%؟ يعني 0.60، يعني 0.6، يعني 60 على 100، يعني 6 على 10، دي كلها صور لل 60 في الايه؟ في المية.
فما مقدار الإنفاق الاستهلاكي؟ يعني عايز دلتا إيه؟ دلتا سين، الناتج من ازدياد الدخل السنوي بمقدار 480 ريال، يعني الدلتا دال ب 480 ايه ريال. انا عايز الدلتا سين من المثلث اللي احنا عاملينه، هيبقى الميل الحادي ضرب ايه دلتا دال. الميل الحادي 60% اللي هو 60 على 100 ضرب 480 هيطلع بكام؟ ب 288 ريال. يبقى هنا في الحالة دي لما ضربت الميل الحادي في ازدياد اللي هو الدلتا دال اللي هو ازدياد الدخل السنوي بمقدار 480 اللي هو زيادة في الدخل السنوي، اداني كام؟ 288 اللي هو ايه؟ دلتا سين اللي هو مقدار الزيادة في الانفاق الايه؟ الاستهلاكي. السؤال اللي بعده، من وسائل التمويل لعجز الموازنة الحاصل في الموازنة، او من اجل العجز الحاصل في الموازنة ايه هو؟ قال لك ما عدا؟ لا، يبقى هو هنا عايز مين في دول وسيلة من وسائل تمويل عجز الموازنة؟ اللي هو الانفاق ده يزيد العجز. طب الدخل ايه في الدخل؟ يعني الاستهلاك بيزيد العجز، لكن الايه السندات الايه الحكوميه، السندات الايه الحكوميه. طيب بيقول لحضرتك اذا كان الميل الحدي لاستهلاك شخص ما 80%، يبقى انا عندي الميل الحدي موجود اهو، ركز معايا، ومقدار الانفاق الاستهلاكي الناتج من ازدياد الدخل السنوي 700 ريال عماني، يبقى الدلتا س ب 700. انا عايز ايه؟ فما مقدار ازدياد الدخل السنوي له بالريال؟ يبقى هقسم 700 على 80%. هقسم ايه؟ 700 على 80 في الايه؟ في المية. هيديك كام؟ 875 ريال. 875 ايه؟ ريال. يبقى مقدار ازدياد الدخل السنوي له بالريال كام؟ 875 ريال. جت منين؟ جت من ضرب الميل الحدي في دلتا دال اللي هو مقدار زيادة الايه؟ الدخل. السؤال اللي بعده، بيقول لحضرتك يعمل راشد في احدى الشركات براتب اساسي 500 ريال، ده راتبه الايه؟ الاساسي، وعلاوة فنية 100 ريال، وعلاوات اخرى 60 ريال، كما انه يمتلك بعض المحلات التجارية دخلها السنوي 2400 ريال. احسب اجمالي دخل راشد الشهري، هو عايز دخل شهري. طيب لو لقيت حاجة دخل سنوي تقسمها على 12، تمام؟ نشوف، يبقى دخل براتب أساسي كام؟ 500 ريال، يبقى 500 ريال زائد علاوة فنية 100 ريال وعلاوات أخرى 60 ريال، يبقى 500 زائد 100 زائد 60، ويمتلك محل تجاري دخله السنوي 2400، يبقى 2400 تقسيم كام؟ تقسيم 12 عشان اعرف دخله الايه الشهري. يبقى اجمالي دخل راشد الشهري عباره عن ال 500 ريال للراتب الاساسي، وال 100 ريال اللي هم العلاوه الفنيه، و 60 ريال علاوات اخرى، و 2400 تقسيم 12 علشان يديني الايه الدخل الشهري من المحل الايه التجاري. هيطلع لك الاجمالي بتاعهم لما اجمعهم يطلع 860 ريال عماني. 860 ريال ايه عماني. طب عايز اجمالي دخل راشد السنوي، خد ال 860 دي واضربها في 12. طيب واحد تاني يقول لي يا استاذ ما انا هقول له يبقى 500 زائد 100 زائد 60 الكل في 12 زائد 2400، صح ما فيش مشكله، لكن بالتالي اسهل لك انك تقول لي الدخل الشهري اللي هو 860 ضرب 12 على طول، هيطلع لك 10320 ريال عماني. 10320 ريال ايه عماني. يبقى الموضوع بسيط يا شباب، لازم نركز شوية واحنا هنقدر نوصل للإجابة بشكل بسيط بإذن الله تعالى. السؤال اللي بعده، بيقول لحضرتك يتقاضى موظف راتبا أساسيا شهريا مقداره 700 ريال عماني. يبقى الموظف هيتقاضى راتب شهري، ها مقداره كام؟ 700 ريال عماني، كما أنه يحصل على العلاوات الشهرية التالية بالريال. ايه هي العلاوات يا شباب؟ علاوة نقل 150 ريال، علاوة سكن 250 ريال، علاوة كهرباء 50 ريال، علاوات اخرى 60 ريال، كما انه يدفع. ادم هيدفع يبقى دي نفقات، يبقى دي ايه نفقات؟ 200 ريال قسط للبنك، وايجار منزل 150 ريال شهريا، ومتوسط انفاقه الشهري 400 ريال. عايز اجمالي ما يتقاضاه الموظف في الشهر، عايز اجمالي اللي هيتقاضاه، هنقول له كام؟ ها 700 ريال زائد 150 ريال
زائد 250 ريال زائد 50 ريال زائد 60 ريال، يطلع الإجمالي كام؟ 1210 ريال. عبارة عن الراتب الأساسي وجمعت له كل العلاوات اللي قدامك دي. طيب صافي دخله الشهري، يا أستاذ ما أنا مش هقدر أجيب صافي الدخل إلا إذا عرفت المصروفات. يبقى الأول أجيب الإيه؟ المصروفات اللي هم كام؟ 200 زائد 150 زائد 400 اللي هيطلعوا كام؟ أدي 200 و150 350 زائد 400 يبقى 750. يبقى هقول له إجمالي الاستقطاعات عبارة عن 200 زائد 400 زائد 150 يطلع 750 ريال. أنا عايز صافي الدخل الشهري، قلنا إجمالي الدخل ناقص إجمالي المصروفات أو الاستقطاعات. يبقى 1210 هتخصم منهم 750، يعني ناقص 750 هيطلع لحضرتك 460 ريال. يبقى صافي الدخل الشهري للموظف ده كام؟ 460 ريال. طب صافي دخله السنوي، مش انت عندك صافي الدخل الشهري؟ ايوه، اضربه في 12 بس كده، بس كده. يبقى هنقول له ايه؟ صافي الدخل السنوي عباره عن 460 ضرب 12 هيديك 5520 ريال عماني. يبقى يا شباب لما اكون عايز اجمالي ما يتقاضاه الموظف بجمع راتبه الاساسي مع كل العلاوات. طب طلب صافي الدخل يبقى لازم الاول تجيب له اجمالي الخصومات، اجمالي الاستقطاعات، تجيبه تجمعهم كلهم على بعض، جمعتهم عشان تجيب صافي الدخل. اطرح اجمالي الدخل ناقص اجمالي الاستقطاعات، الصافي بتاعهم هو ده. طب جبت صافي دخله الشهري، عايز صافي دخله السنوي، تضرب في 12. طب انت جبت صافي الدخل السنوي وعايز صافي الدخل الشهري، تقسم على 12. تعالوا معايا نشوف اللي جاي. بيقول لحضرتك يحصل عبد الله على راتب اساسي 450 ريال، وعلاوه هاتف 14 ريال، وعلاوه سكن 250 ريال، وعلاوه ماء وكهرباء 60 ريال. احسب اجمالي الدخل. اجمالي الدخل هجمع دول كلهم على بعض بس كده، بس كده، بس كده. يلا 450 ريال هجمع عليهم 14 ريال، واجمع 250 ريال، واجمع 60 ريال، هيطلع المجموع كله كام؟ 774 ريال. بس ببساطة دي، بالبساطة دي الموضوع سهل وبسيط، ما تعقدش نفسك. طالب إجمالي الدخل اجمع كل اللي بيحصل عليه من راتب أساسي وعلاوات. طيب بيقول لحضرتك احسب الحدي للاستهلاك إذا زاد دخله في أحد الأشهر بمقدار 60% مما أدى إلى زيادة إنفاقه بمقدار 30% من مقدار الزيادة في الدخل. طبعا مقدار الزيادة في الدخل هجيبها الأول. احسب الميل الحدي، زاد دخله بكام؟ 60%. يبقى هعمل ايه؟ أحسنت، هقول له مقدار الزيادة في الدخل 60 على 100 ضرب 774. يبقى عشان أجيب مقدار الزيادة في الدخل هعمل ايه؟ هضرب 60% في كام؟ في إجمالي الدخل اللي عنده اللي هو 774. تمام؟ طيب جبت مقدار الزيادة في الدخل، جبت مقدار الزيادة في الايه؟ في الدخل. طيب عايز مقدار الزيادة في الانفاق، قال لك 30% من مقدار الزيادة في الدخل. يبقى 30 على 100 ضرب 464 ضرب 464. تمام يا شباب؟ فصل ايه؟ فصل 4. طيب جبت مقدار الزيادة في الانفاق او في الاستهلاك بكام؟ ها؟ 139.32. جميل جدا. طيب انا عايز الميل الحدي، هتقسم ها مقدار الزياده في الانفاق على مقدار الزياده في الدخل، طبعا ضرب 100%. لو عايز نسبه مئويه عايزها بصوره عشريه، ما بتضربش في ايه؟ في 100%. تمام يا شباب؟ هيطلع 0.3 اللي احنا عايزين نجيبها بصوره مئويه تبقى 30%. تمام يا شباب؟ يبقى مقدار الزياده في الدخل عرفت اجيبه اللي هو 60 على 100 في مقدار اجمالي الدخل نفسه. طب هو عايز مقدار الزياده في الانفاق، يبقى هضرب النسبه دي في ايه؟ في الكلمه اللي بعد النسبه على طول، 30% من مقدار الزياده في الدخل. انت جبت مقدار الزياده في الدخل، يبقى مقدار الزياده في الانفاق 30 على 100 في مقدار الزياده في الدخل. خلي بالك من السؤال عشان كان السؤال مشكله، كله حسب ال 30% على اجمالي الدخل. لا خطا، هو بيقول لك 30% من ايه؟ من مقدار الزياده في الدخل. ولما جبت الزياده في الدخل والزيادة في الإنفاق هتقدر تجيب الميل الحد بإيه؟ بسهولة.
السؤال اللي بعده، هنا بقى هنبدأ نتكلم عن الناتج المحلي الإجمالي. السؤال ده بيجي في الامتحان شكله يخض؟ لا، السؤال بسيط وحله أسهل منه، بس عايز حضرتك تركز معانا بشكل كويس جدا. كل الأرقام دي أولا مكتوبة بالمليون ريال، تمام؟ فبيقول لحضرتك إذا كان الناتج المحلي الإجمالي يقدر بكام؟ ب 33500 مليون ريال عماني، فاحسب قيمة الواردات من خلال البيانات الآتية. الواردات حطها لك بسين. لو أنت فاكر إن الناتج المحلي الإجمالي بيساوي إيه؟ المشتريات الحكومية زائد الاستهلاك زائد إجمالي الاستثمار زائد الصادرات ناقص الواردات. يبقى من الأخير هقول له إن الناتج المحلي الإجمالي اللي هو 33500 مليون ده هيساوي كام؟ 19294 زائد 5706 زائد 2600 زائد 8600 صادرات ناقص سين. إيه ده؟ طب ما السين هنا بالناقص، طب ما تروح السين الطرف الثاني ويجي مكانها مين؟ ال 33500 مليون ويديك الايه؟ السين. تعالوا نشوفها بالراحه كده. ادي الناتج المحلي الاجمالي، استهلاك زائد اجمالي استثمار زائد مشتريات حكوميه زائد صادرات ناقص واردات. اهم 33500 بيساوي زي ما قلنا ها 5706 زائد 2600 زائد 19294 زائد 8600 ناقص السين. هتجمع كل دول مع بعض هيطلع كام؟ 36200. كل ده في الطرف الثاني 33500 هيساوي 36200 ناقص سين. طب ما السين تروح الطرف ده عشان تيجي بالموجب، وال 33500 تيجي بالطرف ده بالايه؟ بالسالب، لان عندنا قاعده بتقول لك ايه؟ فاكرينها؟ اللي يغير حارته يغير ايه؟ اشارته. ممتازين، خليكم فاكرين الكلام ده كويس جدا. يبقى س بتساوي كام؟ ال 36200 ناقص كام؟ 33500 هيطلع 2700 مليون ريال. يبقى الواردات قيمتها كام؟ 2700 مليون ريال. يبقى الواردات قيمتها كام؟ 2700 مليون ريال. بيقول لحضرتك الجدول الآتي يوضح متوسط الاستهلاك الشهري واستهلاك المأكل للأسرة في أحد المجتمعات. متوسط حجم الأسرة 7.5 فرد، إجمالي الاستهلاك بالريال 653 ريال، استهلاك المأكل بالريال س. بيقول لحضرتك فإذا كانت نسبة استهلاك المأكل إلى إجمالي الاستهلاك 30%، 30 في الإيه؟ في المية، فأوجد نصيب الفرد من استهلاك المأكل. يبقى الأول أحسب استهلاك المأكل عشان أجيب نصيب الفرد، يبقى هنحسب استهلاك الإيه؟ المأكل اللي هو السين. فالسين على 653، السين على 653 هتساوي 30%، اللي هي 30 على إيه؟ على 100. طبعا انا قلت لك خلي بالك لو جالك اي سؤال بسط ومقام يساوي بسط ومقام الحل فين؟ برافو عليكي في الضرب التبادلي على طول. ادام بسط ومقام بيساوي بسط ومقام يبقى الحل فين؟ في الضرب الايه؟ التبادلي. هنضرب بقى تبادليا ال100 في س يبقى 100 س، وهنضرب ال30 في 653 الصفر هينزل، 3 في 3 ب 9 و3 في 5 ب 15 5 ومعانا الواحد و3 في 6 ب 18 1 يبقى ايه؟ 19. يبقى ال 100 س بتساوي كام؟ 19590. طب انا عايز الس، يبقى اقسم على 100، اقسم على 100 يطلع الس بكام؟ ب 195.9 ريال. طيب عايز نصيب الفرد من الاستهلاك عباره عن ها استهلاك المأكل، طبعا استهلاك المأكل بكام؟ ب 159.9 اقسمه على حجم الاسره او متوسط حجم الاسره على 7.5 يطلع كام؟ 26.12 ريال. يبقى نصيب الفرد من استهلاك المأكل كام؟ 26.12 ريال. تمام يا شباب؟ يبقى عشان اجيب نصيب الفرد بعمل ايه؟ احسنت، بجيب استهلاك المأكل مثلا على متوسط حجم الايه؟ الاسره. نرجع تاني لاسئله الناتج المحلي الاجمالي. هنا بيقول لحضرتك إذا كان الناتج المحلي الإجمالي يقدر بكام؟ ب 95000 مليون ريال عماني، احسب قيمة الاستهلاك من خلال البيانات الآتية. أنا عارف يا أستاذ إن الناتج المحلي الإجمالي بيساوي المشتريات الحكومية زائد الاستهلاك زائد إجمالي الاستثمار زائد الصادرات ناقص الواردات.
يعني كله هيتحط له زائد ما عدا الواردات يتحط لها ايه؟ ناقص. الواردات يتحط لها ايه؟ ناقص. واجيب الناتج، واجيب الايه؟ الناتج. طبعا كل ده بيساوي مين؟ بيساوي 95 الف مليون ايه؟ ريال. نبدا نعوض الناتج المحلي الاجمالي للقانون عندك، وكله زائد ما عدا الواردات بس ناقص. لما يجي انت مش حافظ القانون، مش حافظ اي حاجه، اكتب كل ده زائد ما عدا الواردات بس، تكتب عندها ايه؟ ناقص. تمام؟ تمام. ادي 95000 بيساوي، طبعا كل ده بالمليون طبعا، السين اللي هي الاستهلاك زائد 26000 اللي هم اجمالي الاستثمار زائد 50000 اللي هي المشتريات الحكوميه زائد 15000 صادرات ناقص 8000 واردات. ابدا اجمع. جمعت كل اللي عندك، الطلب ده كله اتجمع، جميل. ها يطلع كام؟ يطلع 83000. 83 ايه؟ 1000 زائد س بيساوي 95000. حلو، يبقى الس هتساوي ايه؟ ال 83000 تروح الطرف الثاني بعكس الاشاره، يبقى الس هتساوي 95000 ناقص 83000 يطلع كام؟ 12000 مليون ريال. يبقى قيمة الاستهلاك بكام؟ ب 12000 مليون ريال. يبقى الموضوع بسيط يا شباب، تكون المعادلة بمنتهى البساطة، بتحل معادلة في مجهول واحد، بتجمع كل اللي عندك مع بعضه لغاية ما يطلع لك س زائد عدد أو عدد ناقص س حسب الإشارة الس في الوقت ده، وبعدين تحل المعادلة تجيب قيمة الس. يبقى أنت كده جبت قيمة الإيه؟ المجهول عندك. الموضوع بمنتهى البساطة، ما فيهوش أي شيء معقد، محتاج من حضرتك شوية تركيز. وأتمنى لكم دايما مع أطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق، أستاذ محمد عبد المجيد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع بقية دروس الوحدة الثامنة، ونسأل الله لنا ولكم السداد والرشاد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.